بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جهاز جديد، جهازنا منتظر، جهازنا ناس كتير من ساعة ما سمعت عنه وهم عايزين يشوفوا شكل الجهاز على الطبيعة. جهازنا النهاردة هو فيفا 4K. جهاز فيفا 4K من إنتاج شركة ستار نت. طبعا الجهاز يا جماعة الطلب من فترة بعد يعني غلاء أسعار الأجهزة، يبقى عندنا جهاز 4K بدون أندرويد، لأن الجهاز ال 4K الأندرويد سعره عالي على ناس كتير، ففي كان في ناس بتطالب إن السعر يقل شوية في سبيل عدم احتياجهم للأندرويد أو خاصية الأندرويد على الرسيفر. إحنا النهاردة جبنا لكم جهاز، ده جهاز فيفا 4K. فيفا 4K زي ما إحنا شايفين من انتاج ستار نت. ستار نت فيفا 4K ريل 4K الترا اتش دي. جهازنا النهارده باذن الله هنتكلم عنه بصوره كبيره، بس ده الجهاز الجزء الاول من الشرح، لان الجهاز بتاعنا لسه فيه شرح كمان او جزء تاني ان شاء الله للجهاز. الجهاز بتاعنا جهاز 4K حقيقي، ستار نت فيفا 4K مع معالج جديد علينا، معالج معروف عالميا ان هو بيدعم الصورة الحقيقية لل 4K، وفي نفس الوقت معالج العتاد بتاعه عتاد عالي قوي، وفي نفس الوقت في مرونة وسلاسة في أدائه. المعالج بتاعنا هو معالج الي 2661 او اي ال اي 2661. المعالج ده دايما بيعتمد او التوأم بتاعه دايما هو تيونر الاس 2 اكس، ويعتبر من اعلى التيونرات الموجوده اللي بتقدر انها تلقط الترددات بحساسيه عاليه، وكمان بتدعم الصوره الفوركي الحقيقيه. بس في حاجه عايز اقولها قبل ما اتكلم على جهازنا النهارده، جهاز فيفا 4K. الجهاز بتاعنا يا جماعه جهاز سلس في ادائه، وفي نفس الوقت يعني اليات التشغيل بتاعته مش صعبه، سهولة الوصول بالنسبة لكل حاجة في الجهاز بتلاقيها على المنيو بتاعك من بره، يعني اللانشر بتاعه لانشر سلس جدا، بيسهلك الوصول لأي حاجة تتخيلها. كمان الجهاز معاه ريموت بلوتوث وريموت عادي، من ضمن الريموت البلوتوث اللي جاي في الجهاز ريموت متخصص في كل حاجة، هتلاقي يعني أنا مسميه الريموت المتخصص بجد، لأن الريموت ده بتلاقي فيه جميع أنواع طرق الوصول لأي حاجة في الجهاز، بتلاقي لها زرار. يعني عندك اليوتيوب ليه زرار في الجهاز، عندك السيرفرات الاي بي تي في، في بعض السيرفرات بالاسم هتلاقيها مكتوبه زي سيرفر كيوت مثلا، هتلاقي له زرار مخصوص. سيرفرات الاي بي تي في مجمعه ليها زرار غير زرار الكيوت، في سيرفرات زراير كتير، وهنشرحها كده حاجه حاجه باذن الله في الفيديو التاني، مش الفيديو ده. احنا النهارده هنتكلم بس باختصار على مكونات جهازنا. زي ما قلنا هو معالج الي 2661 بتيونر الاس 2 اكس، وكمان الجهاز بتاعنا 4K حقيقي، وده اهم شيء. بس في حاجه لازم اوضحها لاي حد بيفكر ان هو هيشتري الجهاز، هشوف كل الصور الناين سات مثلا 4K، مفيش الكلام ده، لازم اكون واقعي معاك. اي جهاز في العالم 4K بيشغل لك قنوات ال 4K الحقيقيه لو موجوده على القمر، بمعنى الهوت بيرد عليه 15 قناه 4K، 20 قناه 4K، الاسترا عليه، الاموس عليه، كل قنوات ال 4K الحمد لله الجهاز ده فاككها وفاتحها بصوره مميزه جدا، بل بالعكس كمان ده بيفتح لك قنوات ال 4K على الشاشات العاديه. تخيل يعني انت عندك شاشه عاديه، شاشه فول اتش دي او اتش دي، بيفتح لك القناه ال 4K عليها، بس طبعا جودتها مش بتبقى جوده ال 4K الحقيقي على الشاشه العاديه، لان الشاشه نفسها دقه الشاشه بتاعتك او الخارج بتاعها او الريزوليوشن بتاعها بيكون دقه ال اتش دي او الفول اتش دي حتى، لكن بيفتح لك الصوره، والصوره جميله جدا ومتشافه بصوره رائعه. الكلام ده كله بالنسبه لجهازنا ستار نت فيفا 4K. طبعا الجهاز امكانياته كبيره ومتعدده، واهم ما يميزه الجهاز كجهاز هو السوفت وير بتاعه. السوفت وير بتاعه سلس جدا وسهل جدا، وعجبني شكله. كمان بيسهل لك الوصول لاي خاصيه. كمان الجهاز عليه سيرفرات ما شاء الله حدث ولا حرج كتير جدا. جهاز الفيفا 4K عليه سيرفرات ما شاء الله كتير جدا، مش هتفكر انك تجدد اشتراكات. انا اللي بقول لك على مسؤوليتي انا اشرف القاضي، على مسؤوليتي انا مش هتجدد اشتراكات، معاك جهاز
هتجيبه وتنسى. بمعنى ان انت عندك اولا الشيرنج، عندك 10 سنين جوسات، 10 سنين جوسات بصوتيات متعددة على جهازنا ده، يبقى انت كده عندك شيرنج لمدة 10 سنين، وفونكس عليه لمدة سنة تمام بصوتيات الفونكس، يبقى كده عندك 11 سنة شيرنج موجود على جهازنا. بالتالي 11 سنة شيرنج انت بتدور على ايه؟ يعني مفيش حد يعني ضامن عمره، يعني ربنا يدينا ويديكوا طولة العمر طبعا. الاي بي تي في، منصات اي بي تي في جديدة على اجهزة ستار نت بنلاقيها لاول مرة. احنا هنا بقى عندنا الاكس اي بي تي في لمدة سنتين. اكس اي بي تي في يا جماعة من سيرفرات المقدمة دايما، زيه زي النوفا والمارفل، لازم نكون واقعيين. عندك الاكس اي بي تي في نزل هنا لمدة سنتين 24 شهر، وعندك النوفا كمان بلس الاصلي نازل هنا على الجهاز لمدة 24 شهر برضو. بقى كده عندك سنتين اكس اي بي تي في وسنتين سيرفر نوفا الاصلي او الماستر او البلس تمام. كمان عندك سيرفر مميز جدا، وانا يعني بشوفه من سيرفرات المقدمة دايما والقمة، سيرفر مارفل. مارفل من اعلى المكتبات المتخصصة، بمعنى انها في اجزاء او في حاجات مارفل عاملها في السيرفر عنده بالنسبة للمكتبات والمنصات مش موجودة في اغلب السيرفرات، خصوصا انه سيرفر منظم جدا، بيعمل لك زي بارتيشن خاص بالمحتوى الخاص، يعني متخصص في محتوى معين لكل بارتيشن او كل منصة، بيبدأ يديها او يغذيها بالمادة او الداتا كتير جدا، فبالتالي بتلاقي كل حاجة بتحتاجها او بتفكر فيها موجودة على منصات مارفل بصراحة. وكمان مارفل عندك هنا لمدة سنتين، اذا عندك هنا في نوفا سنتين، ال اكس اي بي تي في سنتين، المارفل سنتين، وكمان عندك سيرفر هاها 5 سنين 60 شهر، وسيرفر كيوت 5 سنين 60 شهر، سيرفر فورس 5 سنين 60 شهر. كل السيرفرات دي مجمعة على جهاز عالي العتاد. الجهاز نسيت اقول انه الرامات بتاعته رامات 2 جيجا رام، وكمان الجهاز الفلاش بتاعه فلاش 16 ميجا، فبالتالي في عتاد عالي قوي بالنسبة للهاردوير، وفي نفس الوقت في بيئة خصبة او بيئة أو مساحة كبيرة او واسعة انك بتحط المحتوى بتاعك على الجهاز، وفي نفس الوقت اداء سلس وسريع للجهاز. جهازنا كمان بيجي مع 2 ريموت، واحد بلوتوث واللي هو الماستر الاصلي، وواحد تاني ريموت جهاز الجولدن 2090 اللي هو الاندرويد الفور كي، هو اخوه بالظبط تيبيكال. يعني بيجي لك معاه 2 ريموت، واحد ريموت تاتش واحد ريموت بلوتوث تمام، والريموتين عالي الاداء جدا، حساسين جدا للاوامر اللي بتديها للجهاز. كمان الجهاز بيجي لك معاه كيبل 4K. كيبل 4K بتاعك النهارده شركه ستار نت عملت كيبل باسمها حاليا دلوقتي، ده كيبل 4K ستار نت الجديد. الكيبل ده بيجي مع جهازنا ده تمام، يعني كيبل ستار نت، الكيبل ال 4K بتاعنا بيجي مع جهاز الفيفا 4K تمام. طيب الجهاز كمان يا جماعة بيجي معاه الادابتور بتاعه، والحاجات دي هنشرحها لكم يعني صوت وصورة ان شاء الله. الادابتور بتاعه ادابتور 12 فولت، والامبير بتاعه 2 امبير. كل ده الخصائص بتاعة جهازنا النهاردة، جهاز ستار نت فيفا 4K. الجهاز يا جماعة بيدعم امكانيات عالية جدا بالنسبة لآليات التشغيل، لو اتكلمنا عليها كده بسهولة او بسرعة علشان برضو ايه ما نحاولش ان احنا يعني نطول عليكم. الجهاز بتاعنا داعم للصورة والصوت بتقنية ال 4K الحقيقي زي ما قلنا، كمان داعم للأجهزة وتقنيات ال HDR. جهازنا النهاردة فيفا 4K داعم لخواص ال HDR والهاي LG الخاص ب تدعيم محتوى وتحسين وتعزيز آلية تشغيل الصورة المتحركة، كل ده في جهازنا. كمان الجهاز بتاعنا يا جماعة بيدعم برامج الترميز كتير قوي، كمان بيدعم معانا ال VB9 وال H265 بعمق ألوان 10 بت. كمان الجهاز بتاعنا داعم للقنوات ثلاثية الأبعاد تمام،
وكمان بيدينا التيونر بتاعنا تيونر قوي جدا اللي بيعمل بتقنية الاس 2 اكس اللي بيميز التيونر دوت انه بيدعم الصورة الفور كي وفي نفس الوقت دعم خاصية الصوت الدولبي. الجهاز بيدعم عندنا خواص الصوت الدولبي. طبعا الجهاز بتاعنا بيدينا لوحة أنيقة جدا وعصرية مع إمكانيات عالية لإمكانيات الوصول. كمان الجهاز بيدعم مختلف أنواع ال ام بي أو القطعة أو عدسة الطبق أو عدسات الأطباق السي باند والكيو باند، بيدعمها بصورة عالية جدا. وكمان بيدعم الدايزك ال 1.0 وال 1.1 وال 1.2، كل ده بيدعمه الجهاز بتاعنا، مع كمان دعم ممتاز لجميع انواع بروتوكولات المشاركه او بروتوكولات السيرفرات زي السي سي كام والنيو كام والام جي كام، وكمان جميع انواع انظمه تشفير التاندبرج والبيس والباور فيو والتاندبرج، وامكانيات عاليه جدا بالنسبه لجهازنا. جهازنا زي ما قلنا يا جماعه من الأجهزة عالية الأداء اللي بتتميز كمان إنك تقدر تشارك محتوى الموبايل بتاعك على جهاز الفيفا 4K، لأنه بيدعم خواص الدلنا. وبإذن الله أعمل لكم فيديو، لأن ناس كتير مش عارفة تستخدم تطبيق الدلنا على الأجهزة الريسيفر. الجهاز ده بيدعم الدلنا، خاصية الدلنا الخاصة بربط ملفاتك أو إظهار ملفاتك و المحتوى الموجود على الموبايل بتنقله على الشاشة عن طريق الريسيفر. أحدث إصدار لخاصية الدلنا، وكمان أحدث إصدار لليو كاست أو الإي كاست الخاص بربط الموبايل. وإن شاء الله هعمل لكم خصوصا الدلنا، لأن الدلنا في برنامج اسمه ويب فيديو كاستر. البرنامج ده يا جماعة نقلني كل حاجة موجودة على الموبايل صوت وصورة، حتى يعني تطبيقات المشاهدة الموجودة على الجهاز بينقلها. فدي ميزة مميزة جدا، مش عايز اقول اسماء تطبيقات طبعا لان ممنوع. كل ده عن طريق خاصية الدلنا الموجودة في جهازنا. الجهاز كمان يا جماعة في ايثرنت، فتحة ايثرنت. طبعا انا هفتح كده الجهاز برضو نوريه لكم في السريع، بس انا كنت عايز اخلي الجهاز نشوفه لوحده. طبعا ده يا جماعة شكل الجهاز اهو، انا برضو ايه في السريع كده مش عايز اطول على حضراتكم. ده شكل الجهاز. طبعا دول اتنين ريموت بيجوا مع الجهاز بتاعنا. ثواني كده احط الهواء. بص حضراتكم، ده ريموت البلوتوث اللي فيه زرار بيضة على طول. اعرف ان الريموت اللي فيه زرار بيضة دوت، ومن فوق فيه زرار الميوت بالازرق والباور بالاحمر. ده الزرار، ده الجهاز الريموت الماستر الاساسي، وفي نفس الوقت ريموت بلوتوث، ريموت متعدد فيه كل الخواص تقدر انك تلاقيها. يعني اي حاجة هتتخيلها هتلاقيها في الريموت ده. ما شاء الله زرايره كتير قوي، وبيديك سهولة وصول، وانت قاعد بتضغط على الزرار تلاقي نفسك وصلت للمحتوى اللي انت عايزه. تمام، ده بالنسبة للريموت بتاعنا. كمان الريموت التاني، الريموت ده مش غريب علينا، ده ريموت ستار نت جولدن 2090 الاندرويد الفوركي بيشتغل عليه. في نفس الوقت ريموت تاتش سريع الاداء، وفي نفس الوقت ريموت شيك جدا وسلس جدا في ادائه. الاثنين ريموت دول بيجوا مع الجهاز بتاعنا طبعا. وهنيجي بقى لجهازنا كده بسرعه، انا عايز اخلص الحلقه بسرعه لسبب اني عايز اجهز للحلقه الثانيه ان شاء الله. طبعا دي العلبه اهي، عندنا الادابتور ال 2 امبير بتاعنا، ده شكل العلبه وهي فاضيه. ده اللي كان في العلبه، وده النجم الحلقه النهارده. نجم الحلقه النهارده اسمه فيفا 4K، اللي هو ده فيفا 4K. الجهاز هتلاقيه تخين قوي كده، عامل زي الكومبو كده، او عامل زي ساندوتش الكومبو الكبير كده. ما شاء الله تخين بجد، عكس الاجهزه العاديه اللي عندنا. تمام، ده شكل جهازنا النهارده باذن الله، ستار نت فيفا لا 4K. فيفا لا 4K، يحيى ال 4K، فيفا 4K. تمام، هنيجي كده بسرعه نتكلم على مكونات او فتحات الجهاز. اولا طبعا الجهاز الارضيه بتاعته فيها فتحات كتير قوي، ومن الجناب فيه فتحات كتير قوي لعمليه التبريد. البورده عريضه، البورده عريضه من البدايه للنهايه، بدليل ان بدايتها هنا مع التيار ونهايتها هنا مع اليو اس بي. فبالتالي بقى بعرض الجهاز كله عندك بورده الفيفا 4K. الفيفا 4K يا جماعه
اول حاجه عندنا هنا فتحه طبعا الام بي، وعندنا هنا فتحه الاتش دي ام اي، وعندنا هنا فتحه المصدر الصوتي الثاني الاس او السبيد اف ساوند الخاص ب الساوند الخارجي لو انت عايز توصله بكيبورد ساوند خارجي او صب خارجي. عندنا كمان هنا فتحه الاي في اللي هي الخاصه انك تقدر توصله على اي تلفزيون قديم 21 بوصه 19 17 بوصه، اي تلفزيون بالاوديو والفيديو وصلت الاوديو والفيديو. عندنا فتحه التحديث اللي بعدها دي خاصه بالفنيين، وعندنا هنا فتحه لو انت عايز تضيف للجهاز سنسور اي ار او لوحه ديجيتال او الشاشه الرقميه. هو الجهاز نفسه فيه شاشه رقميه مضيئه بتديك كل الامكانيات اللي تتخيلها، بتديها لك على الشاشه المضيئه بتاعت الجهاز، وهنشوفها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. وعندنا فتحه الباور ال 12 فولت. طب يا عم الحاج هو فين فتحه الايثرنت؟ انت نسيت تقولها ولا ايه؟ لا موجوده، لو شلنا الفتحه دي كده يا جماعه، شايفين اللزقه دي؟ كده خلاص هي دي فتحه الايثرنت الخاصه بالجهاز، فتحه كيبل الانترنت الخاصه بالجهاز. اذا كده الفتحات كامله قدامنا. عندنا فتحه اليو اس بي اهي موجوده 2.0 خاص بالفلاشات، وده شكل جهازنا ودي فتحات جهازنا. الجهاز بتاعنا هو من تاني من اول وجديد هو ستار نت فيفا 4K، جهاز قيم جدا يا جماعه، واهم ما يميزه انه بيفتح قنوات ال 4K بصيغه ال 4K او بجوده ال 4K الحقيقيه. كمان الجهاز سريع جدا في ادائه، وكمان الجهاز عليه سيرفرات بحقه مره مره ونص، يعني تخيل يعني عليه سيرفرات ما شاء الله، الجوسات لوحده 10 سنين، الاكس سنتين، النوفا سنتين، مارفل سنتين، وكمان 15 سنه الثلاث سيرفرات التانيين الهاها الكيوت الفورس، فما شاء الله عندك عدد سنين كبير قوي. كمان بيدعم التعليق الصوتي والتايم شيفت موجود على الجهاز عندنا حتى 30 ثانيه، وفي نفس الوقت تعليق عربي اكتر من مصدر للتعليق العربي على الجهاز. كمان الجهاز التيونر بتاعه تيونر محترم جدا، حساس جدا للاشاره، ودي ميزه كبيره. بيدعم جميع انواع الدايزك للناس اللي عامله تركيبات اقمار، عامل قمرين، عامل ثلاث اقمار، بيدعم حتى الدايزك الثمانيه مخرج. الجهاز بشوفه من اجهزه السلسه في الاستخدام. اللانشر بتاعه او واجهه الجهاز في المنيو بتوصلك لكل حاجه تتخيلها، يعني سيرفر الجوسات بتلاقيه في الـ في الـ في الواجهه بتاعت المنيو، سيرفر الفونكس بتلاقيه، الاي بي بكل انواعه بتلاقيه، اليوتيوب بيدعم يوتيوب، حتى جوده ال 4K بيدعمها الجهاز عندنا. خواص تشغيل الموبايل على الريسيفر موجوده بخاصيه الديلنا واليو كاست، مع عتاد عالي قوي للهاردوير، وده المهم بالنسبه لنا. عتاد الهاردوير العالي دوت بيدينا اريحيه جامده جدا في تشغيل جهاز بسهوله وبشياكه مميزه جدا. هتكلم على عيب واحد بقى في الجهاز دوت انا شفته لغايه دلوقتي، وان شاء الله العيب ده هيتحل مع السوفتات القادمه. مفيش تلوين للقنوات المشفره، انا بقولها من دلوقتي عشان ابقى صادق معاكم. المشكله الوحيده اللي لقيتها في الجهاز ده ان القنوات المشفره قدامك مفتوحه، بس الاسم القناه مكتوب باللون الابيض خط تعريض، وفي نفس الوقت مش ملونه. فاحنا ان شاء الله دي قريبه قوي هتلاقيها محلوله في اقرب سوفت، ده مش مشكله لان الجهاز بيفتح الجوسات كل الناس عارفين، حتى البن الموجوده على قنوات البن الموجوده على الاسترا 19 مفتوحه بتلقائيه. النهارده انا جربت على الجهاز، بسم الله ما شاء الله فتحت من اول لحظه كانك مشترك رسمي، فبالتالي عندك كل بقاطر العالميه للرياضه موجوده على الجهاز، وده اللي يهمني، كل بقاطر الرياضه العالميه موجوده ومفتوحه، وده هو المهم. شكرا جزيلا لحضراتكم، واوعدكم بجزء تاني ان شاء الله للجهاز، لان احنا لسه ما خلصناش كلام، وللحديث بقيه. دمتم بصحه وبعافيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.